السلام عليكم، اهلا بكم يا جماعه. فيديو جديد من كورس الباور بوينت للمبتدئين. اتكلمنا طبعا في الفيديو اللي فات عن الشيبس او الاشكال، وتقريبا عرفنا كل حاجه عن الشيبس في الباور بوينت وازاي نتعامل معاها وايه هي الخصائص بتاعتها. النهارده ان شاء الله معانا مع فيديو خفيف كده جدا قبل بقى ما نخش في الفيديوهات المهمه اللي جايه. الفيديو النهارده بيتكلم عن الظل او الشادو وازاي الشادو بيفيدني في السلايد بتاعتي، وبعد كده هنتكلم في الفيديوهات الجايه عن اهم فيديوهين تقريبا في السلسله بتاعتنا، وهو الانيميشن والترانزيشن، ودول من الحاجات الاساسيه جدا في الباور بوينت. بس قبل ما نبدا عايزك تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده هنبدا يلا في الفيديو بتاع الشادو. كنترول ان زي ما اتفقنا عشان نفتح باور بوينت جديد. نروح كليك يمين لاي اوت بلانك، طبعا كلكم حفظتوا بتاع الحركه ديت من كتر ما استخدمناها. طيب مبدئيا يا جماعه، ايه هو الشادو وازاي بيفيدني في السلايد؟ اول حاجه الشادو هو الظل. الظل ممكن نحطه لاي حاجه موجوده في السلايد، سواء كلام سواء صور سواء اشكال. بيفيدك ازاي؟ هو بيدي حيويه وبيدي يقنع اللي بيتفرج على البرزنتيشن بتاعك ان انت مش جايب اشكال وصور وخلاص، لان انت مديها حيويه وبتخليها مرتبطه ببعضها. طيب ايه هي الطرق اللي انا اضيف بيها الظل؟ اول حاجه نجيب شيب زي ده كده، نغير الباك جراوند زي ما احنا اتفقنا، هي جريدينت، نختار اللون ده مثلا، خلينا في الجري زي ما كان. نيجي هنا نشيل الاوت لاين. اول طريقه عشان احط بيها ظل للشكل اللي قدامي ده هو ان انا بروح على شيب افكت شادو واختار شكل الشادو اللي انا عايزه. طبعا دي كلها اشكال للشادو اللي انا ممكن اعمله بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين هنا، او كده، او ممكن اختار شادو خفيف كده يبقى وراء الشكل. طيب انا خلصت اللي عايز اغير الشادو ده او عايز اغير، بروح هنا على شادو نو شادو ويطلع الشكل خالص. تمام، طيب نعمل ديليت لدي، نشوف طريقه تانية. الطريقه التانية دي مثلا تقدر تعتبرها طريقه مانيوال ان انت تضيف ازاي شادو بنفسك. نلغي بس البوردر عشان ما احبش البوردر. تمام، الطريقه المانيوال دي بروح اجيب دايره مثلا المنظر ده، مخليهاش دايره كامله، خليها بالشكل ده كده، وبرضو اشيل البوردر اللي بيضايقني ده، ونختار اللون بتاعها مثلا كده. تمام، المهم بقى ان احنا بنروح بعديها على شيب افكت وسوفت ايدج عشان نخلي اللي قدامي يقتنع فعلا ان ده شادو واخليه بالشكل ده. بعدين نعمل كنترول جي نخليه بشكل واحد بالمنظر ده كده قدامكم، هتقتنع فعلا ان ده ظل للكلام اللي موجود او الدايره اللي موجوده دي. طيب عشان برضو الكلام يبقى ممكن شويه، ممكن نلعب شوية في الدايرة دي. أنا عايز ألغي الجروب زي ما اتفقنا قبل كده، بدوس فورمات جروب ان جروب. تعالوا نتحكم في الدايرة دي شوية، نخليها مثلا 3.8 في 3.8. بعد كده نروح في الألوان، ممكن نخلي لونها اللون ده. نروح في ال 3D، الحاجات دي طبعا ادفانسد شوية، نختار الشكل ده نخليهم كلهم حاجة واحدة عشان ندينا كورة. بعد كده في الماتيريال تمام، لايتنج ماشي، خلي الانجل مثلا 120 كويس. ادي كده ايه، عملنا تقريبا كورة مش كويسة اوي بس الكورة مقنعة شوية. اختار بقى الشكل ده كده، فورمات نشيل البوردر، نختار اللون محتاج يظهر شوية، اختار اللون ده شيب افكت بالمنظر ده كده، والاتنين كنترول جي كده بقت مقنعة شوية. وكده بيوضح لك ايه ازاي تقدر تستخدم شادو ويخلي الموضوع فيه حيوية. طبعا دي فرقت جدا المنظر اللي احنا شايفينه ده، عشان بس تشوف الفرق عن المنظر ده. انا اخترت تاني اوتلاين، رحت للشيب افكت ده، طبعا الفرق واضح جدا ان هي الكرة عملت منها كورة وخليت في شادو. او برضو علشان اوضح لك اكتر خلينا نشوف الفرق في المنظر ده كده، اللي فيها شادو طبعا مديها حيوية كويسة جدا وتخليك تقتنع فعلا ان الكرة دي حقيقية موجودة في السلايد بتاعتك. تمام،
طب انا كنت مجهز لكم استخدامات موجودة على القناة على فكرة على اليوتيوب في فيديوهات تانية للشادو. خلينا مثلا ناخد ده كمثال. طبعا دي برضه حاجات ادفانسد، لما عملنا ازاي تعمل لمبة وازاي تخليها رابت يعني حواليها الاشكال اللي انت شايفينها دي. لو جينا هنا عملنا كده، طبعا الشغل ده شغل انيميشن هتتعلمه بعد كده. عايزك بس تركز معايا في اماكن الشادو اللي موجودة هنا بالمنظر ده. نرجع كده نزوم شوية عشان نشوف الشادو. طب أول شادو، طبعا أنت على فكرة الشادو لو أنت يعني مش بتعرف تعمل شادو كويس أو عشان أنت لسه متعلمتوش كويس ممكن ما تلاحظش الشادو فين، بس الصورة دي مليانة مليانة شادو عشان تطلع لك بالشكل ده وأنت ما بتعرفش هو الشادو فين أصلا. عندك مثلا أول حاجة الأشكال اللي موجودة هنا دي بالمنظر ده، احنا ممكن ناخدها في السلايد بتاعتنا. نعمل كنترول A كنترول C، نعملها كوبي ونقفل دي خالص، ونيجي هنا في المنظر بتاعنا نفتح سلايد جديدة بكنترول M زي ما متعودين، وكنترول V، ونبدأ بقى نفصص الصورة بتاعتنا هنا. جروب، نبدأ نشيل كل الجروبات اللي موجودة فيها. يعني أول حاجة لو أنت تلاحظ الحتة اللي هنا دي غامقة شوية، ليه؟ لأن في هنا شادو موجود. طب إزاي؟ تعال نمسح دول كده. تلاقي هنا كده بالمنظر ده، نبعد دول شوية كده، تلاقي في شادو موجود تحت هنا. تمام. تاني حاجة لو انت بصيت هنا، انا شلت لك مثلا دي، شايف المنظر ده؟ ده الشادو اللي موجود هنا. طب احنا لسه ما اتعلمناش الطريقة دي، ودي الطريقة التالتة اللي انا كنت هعلمها لك ازاي تضيف شادو بالمنظر ده. يعني مثلا انا عندي كنترول زد دي كنترول سي كنترول في، شكلهم كده على بعض مش حلو، مش زي المنظر ده. طب ازاي اعملها؟ باجي على دي واعمل كنترول دي دوبليكيت زي ما اتفقنا، واروح هنا على فورمات اخلي شكلها اللون الاسود شيب افكت، نفس الكلام التاني بالظبط نفس الطريقة البنية. واجي هنا كده سند باكورد والمنظر ده، نزلها تحت شوية هتديني الشكل اللي انت شايفه ده. امسح من تاني. تمام. فدي يبقى دي كده ايه الشادو اللي موجود هنا. طب ايه الحاجات اللي في الجنب ده؟ الحاجات دي علشان المنظر ده الحتة دي فاضية، فلازم اعمل فيها حاجات تديني منظر بالشكل ده. يعني نمسح كمان، هتلاقي كل واحدة من دول تحتيها بالمنظر ده. لو انا شلت دي، ده الشادو اللي كنت بتكلم عليه اللي هو من تحت بتاع الكاملة، ده الشادو اللي كنت بتكلم عليه. وازاي انا عملت الشكل ده بالمنظر ده؟ الطريقة سهلة جدا، ان انا جيت هنا عملت كده. تمام. غيرت كده مثلا، جيت هنا على الطريقة، كده بس تزود لي الشكل شوية. جيت هنا المنظر ده، أروح أرجله تاني بالمنظر ده. دي الطريقة اللي أنا ممكن أعمل بيها كده. طبعا بقى مع تنسيق أكتر هتديني الشكل اللي أنتوا شايفينه بالمنظر ده. يعني هنا لو رحت على شيب إفكت، رحت على جلو وعملت نو جلو، مش هتلاقي اصلا موجود جلو. دي برضه تعتبر من الطرق ان انا ممكن اضيف بيها المنظر ده كده للباوربوينت بتاعي، او اضيف بيها الظل بتاعي زي ما انتم شايفين كده بالظبط. تمام. يبقى كده النهارده مش هتكلمنا على الظل، اتكلمنا ان في 3 او 4 طرق اللي احنا نضيف بيها ظل. اول طريقه فورمات شيب افكت، ونختار بين السوفت ايجز، وتختار قصدي اول طريقه ان انت تختار بالشادو، انا اسف. بعد كده تاني طريقه انك تعملها بالسوفت ايجز، وفي طريقه بالجلو اللي اتفقنا عليها، وفي طريقه مانيوال ان انت بتحط الشكل بالمنظر ده وتتحكم فيه في الخصائص اللي احنا اتكلمنا عليها. تمام كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وزي كل مره لازم تطبق الفيديو اول باول علشان الحاجات دي تثبت. ومعانا ان شاء الله في فيديو جديد يكون اكبر من كلام كتير جدا عن اللي احنا اتكلمناه النهارده. الشادو ده من المواضيع الصغيرة جدا في الباوربوينت، لكن الانيميشن من مواضيع كبيرة جدا جدا وهاخد مننا وقت في الباوربوينت. اتمنى الفيديو يعجبكم، شكرا جدا.